السلام عليكم، معكم مستر جي في فيديو جديد. يب، وزي ما شفتم في العنوان والصورة المصغرة، اليوم راح نقتل الوردن في عالم الهارد كور. ليش راح اقتل الوردن؟ لان قبل ايام سويت بوست وقلت فيه اعطوني اي تحدي وراح اسويه في عالم الهارد كور، فهذا الشخص قال لي اتحداك تقتل الوردن. ففي هذا الفيديو راح نقتل الوردن بثلاث طرق مختلفة في ماينكرافت هارد كور. فاللي سويته في الحلقات السابقة اني بنيت هذا البيت البسيط، وكمان سويت اشياء اخرى راح اوريكم الحين، واللي حاب يشوف الحلقات راح يلاقيها تحت بالوصف. فاللي ما شاف الحلقة الأولى والحلقة الثانية راح تلاقيها تحت بالوصف، أتمنى أنك تشوفها. كمان سويت هنا بيكون كذا، حسوي أوريكم الحين اللي سويته خلف الكواليس. وهذه منطقة الفرمات، ضبطتها خلف الكواليس وسويت فيها. المهم سويت هنا ايرون فارم، كمان شوجر كين فارم، درينك فارم زي ما تشوفون، ومفترض فافكت كثير هنا، وكمان ضبط هاي المنطقة كلها بالزجاج عشان ما تتغصبن موبت. شوفوا كمية الايرون اسطوري اخذت هنا ستاك عشان احتاجها في الفيديو تبع اليوم، زي ما تشوفون كمية مرة اسطورية. كمان شوجر كين افكت هنا كثير زي ما تشوفون، كمية اسطورية كمان مو بطرف. شي منين طلع هذا؟ اللي احتاجه بالطريقة الاولى اللي هو الايرون كمان البومبكين، فيلا نبحث عن البومبكين. فشيل شيل شيل خليه خليه شيل شيل الله. نبدأ بالطريقة الأولى، بس أول شيء لازم إني ألقى انشنت سيتي، فما أعرف أي مكان فيه انشنت سيتي، وبس أتذكر إنه الانشنت سيتي راح تلاقيها في مكان في الجليد في الجبال، مكان بعيد عن ما في منطقة هنا ممكن فيها انشنت سيتي. فيلا نشوف، بس أول شيء لازم أجيب معاي توتمات عشان ما أموت. وصلنا لهي المنطقة، أعتقد إنه في انشنت سيتي تحت، فراح أشوف بالفريكة. ليتس جو، في هنا بايوم الوردن، راح ابحث عن منطقة اسطورية عشان اقدر اخلي فيها كثير ايرون جولم. ففينا راح انزل الحين، وصلنا للمنطقة ذيك يا شباب زي ما تشوفون. كذا كذا لا تقول لي ترسبان. كذا وأول ايرون جولم، خليك بعيد انت خليك. فراح ارسم من حوالي 20 ايرون جولمز. ليش ما ترسم هذا؟ ايش في يا عمي؟ هو في ايه؟ شيل بعد بعد وات شيل لا لا لا، ترسبان ثاني
السلام عليكم. السلام عليكم مباشرة. حشوف بالفريق كام ايش صار. والله ما في ولا واحد. هذا جايني دايموند يا اخي. الله ينعل ام الدايموند، ما راح احتاجه. واحد اثنين فين أقرب منطقة الحين؟ رسبن جاي 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 جاي. يا رب ما يشوفني، يا رب ما يشوفني، يا رب ما يشوفني، يا رب ما يشوفني. اخي تعالوا انتو خل. جا 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 روح انت روح ولك ساعد اصدقائي. ليتش جو، قتلنا الوردن واخيرا واخيرا قتلنا الوردن باول طريقه. ليتش جو. زي ما تشوفون لبسنا راس الوردن وباقي هنا ايرون جولمز كثير. وات قثني هي الطريقة اللي يعرفها الكل واللي هي ابعد عنه حوالي 16 بلوك عشان اقتله. فراح اسوي كذا كذا متشيل. راح اغلق هذا المكان عشان ما يقدر يجيني. افتح هذه بس كذا كذا عشان اقدر اضربه وما يجيني. راح امشي هيك 16 بلوك عشان ما يقدر يسيبني. فالحين لازم اني ارسبن واحد ثاني عشان اقدر. والطريقة الثانية يا شباب زي ما تعرفون اللي هي بلبو. فالوردن الحين صار كلبي. تعال تعال الحين يا شباب راح نروح للطريقة الثانية واللي هي بلبو. ابعد عنه حوالي 16 بلوكة واضربها بلبو لحد ما يجيني. تعال 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 كلب لطيف. تعال تعال حبدا ادمجها الحين عشان يزعل ويجي مباشره. لا لا شيل. لا 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 والله قريب خسرت الطوتم الاول. السلام عليكم، كيف دخل هذا؟ استغفر الله كيف دخل. شيل شيل بسم الله الرحمن. كيف دخل هذا الكلب؟
أعوذ بالله، من هنا ما يقدر يوصل لي. شيل شيل. وأخيرا وأخيرا مات. شوفوا كمية البول اللي هنا، وجبنا راس ثاني للوردن. شيل. والحين أبي أعرف بس كيف دخل يا أخي. الطريقة الثالثة بصراحة يا شباب ما عندي أي طريقة ثالثة، فاللي عنده طريقة أخرى يكتب لنا في التعليقات. وبس إلى هنا وصل لنهاية الفيديو، أتمنى الفيديو أعجبكم، ولا تنسونا من لايك واشتراك، والسلام عليكم.